من جديد أهلا بكم وصباح الخير. أجمل تحية لكل المنضمين لمتابعة صباح الموجة الأزرق في هذه الإطلالة الجديدة. طبعا تابعت الأحداث اللي حصلت في بالأمس بعد قبول الشكوى اللي تقدم بها مجلس إدارة نادي الهلال، أو خلينا نقول لجنة التطبيع الهلالية، في صحة مشاركة لاعب توتي عبد العظيم شيخ الدين. وطبعا تم قبول الشكوى ومنح الهلال 3 نقاط للمباراة. طبعا زي ما تابعته في الأسابيع الماضية، المباراة انتهت تعادلية بين الهلال وتوتي، لكن بالأمس بعد قبول الشكوى تم منح الهلال 3 نقاط تضاف إلى رصيده. حاليا أصبح الفرق بين الهلال والمريخ 8 نقاط، ويحتاج الهلال لنقطتين فقط لحسم بطولة الدوري السوداني الممتاز لهذا الموسم. هي طبعا تبقى 3 مباريات، يحتاج الهلال فقط لنقطتين من أصل هذه المباريات الـ3. مبدئيا خلينا نقول أنه يعني الدوري حسم لصالح الهلال، ويعني هو فعلا مطلوب أنه بقية المباريات الهلال يحافظ على هذا الترتيب. هو طبعا ما أظن يكون تاني في إشكالية إنك أنت تقدر تخسر نقاط أكثر، لأنه الفرق كبير جدا، 8 نقاط. يعني ما بنقول إنه هو صعب إنه المريخ يعوض، لكن خلاص يعني الكل يعني أصبح فرح بإنه تقريبا خلينا نقول 98% إنه الدوري أصبح هلالي هذا الموسم بعد كسب هذه الشكوى. وفي ذات الموضوع حنتشارك في المستوى اللي قدمه منتخبنا في مباراته أمس بالإمارات العربية المتحدة أمام منتخب النيجر. هو خسر المباراة بهدفين مقابل هدف، لكن أكيد هذه المشاركة ستضيف للمنتخب يعني إضافة كبيرة جدا في مبارياته القادمة. موضوعين مع بعض حنتشارك فيهم في هذا الصباح على أرقام التواصل بيننا وبينكم. والحاجة الأهم هي يعني فيما يخص ملف الهلال، إدارة لجنة التطبيع لهذه الشكوى بسرية تامة جدا، حتى نحن تقريبا في الإعلام ما كنا سامعين إنه الهلال تقدم بشكوى ضد أي لاعب في فريق توتي، والجميع عرف الخبر من خلال خلال القرارات اللي صدرت من لجنة المسابقات فيما يخص هذا الشأن. وهي خلينا نقول هكذا مفروض تدار الأندية، إنك أنت عندك قضية تركز عليها، تدير الملف بسرية تامة عشان تنجح. لكن طالما نحن بنطلع الحاجات وبننشرها في الإعلام، وبعد ذاك يجي كلام من هنا وكلام من هنا، فبتفشل، واكيد ما حيكون في نجاح. ودي خلينا نقول مبروك للجنة التطبيع في إدارة هذا الملف بسرية تامة ونجاحها أكيد، وإن هي قدرت تستريد هذه النقاط الغالية للهلال، وسعت الفارق بينه وبين المريخ، وخلت الصعوبة بمكان إنه المريخ يعني يلحق بالهلال من خلال هذه النقاط الـ8. وتبقى 3 مباريات يتحتم على الهلال الحصول فقط على نقطتين وحسم اللقب لهذا العام. خلونا نتشارك أكيد على أرقام التواصل، ويعني نتكلم عن هذه الشكوى وكيفية إدارتها، وعن احتفائية خلينا نقول مصغرة من الآن إلى حين التتويج الرسمي بكأس الممتاز. إحنا غايته حنبدأ الاحتفال، في ناس بتقول لكم ما تستعجلوا فانتظروا شوية، خلينا نفرح لأنه دي إنجازات كبيرة جدا تحسب للفريق وتحسب للجنة التطبيع، فإنها هي استطاعت فعلا أن تدير عديد الملفات في الفريق وتنجح بشهادة الجميع. وصراحة مبروك للأزرق كل هذه الخطوات في سبيل التتويج بكأس الممتاز لهذا الموسم، والاستعداد أيضا للاستحقاقات أفريقيا بإذن الله تعالى. طيب خلونا نتشارك مع بعض، لو في اتصال خلونا نأخذ أول متصل عبر هذا الصباح. ألو ألو، السلام ورحمة الله. مرحبا عليكم السلام. أسعد عبد القادر حييك من الجزيرة. أهلا، صباح الخير. صباح النور، أهلا يا أسعد، صباح الخير عليك. إن شاء الله طيبين. الحمد لله بخير، نحن كيف إن شاء الله أنتم طيبين؟
الحمد لله. والله الحمد لله. توسع الفارق جدا بين الهلال والمريخ يا أسعد إلى 8 نقاط، والهلال قريب جدا من التتويج باللقب هذا الموسم. والله الموسم يعني الثلاث انقاط دي يعني خصمت كثير، يعني ساعدت الهلال كثير. نعم الو نعم معك، ايوه سامعك. الهلال الثلاث انقاط الكثيفه دي يعني قدمت له كثير، خلاص يعني بدل البطوله حقت الهلال. نعم نقطتين دي يعني مهما كان 3 مباريات ما تقدر تجيب منها نقطتين. لو نعم. عدلت مباراتين بس الكاس حقك. صحيح. خلاص الموسم خلاص على الهلال، ونقول للهلال مبروك لانه 3 سنة ما الهلال ما حقق البطوله المحببه له دي، ويعني خلاص يعني السنه دي يعني الهلال يستاهل البطوله والله. نعم. لانه 3 مواسم ما قدر يشيل البطوله. صحيح. وان شاء الله عقبال البطوله الافريقيه كمان. ان شاء الله تعالى ان شاء الله. والمنتخب الوطني برضه يعني خسر، يعني برضه تجربه كبيره يعني. اكيد. يعني ان ما نقول الخساره يعني خلاص يعني المنتخب خسر والمباراه الجايه ما حيقدر يكسب، لا في تجربه كبيره يعني. انت عملت مباراه وديه يعني تشوف الاخطاء اللي انت وقعت فيها شنو؟ بالضبط كده. نعم. عشان المباراه الجايه انت تقدر يعني تشوف الاخطاء اللي عندك شنو في المباراه دي، وتقدر تحقق الانتصار المباراه الجايه. صحيح. والله نحن يعني تمنينا يعني الهلال العام ده يعني بالبطوله، يعني فرحانين شديد والله. الحمد لله. نعم. فرحانين شديد يا استاذ. والفرح الفرح الاكبر يكون ان شاء الله يوم التتويج بكاس الممتاز ان شاء الله تعالى. وقبل ما اختم معاك انا لازم تجيبوا لي هلالات وفريدك جد. جدا. الله جدا. هو اليوم كله حيكون كله اغنيات فرح للهلال ان شاء الله. بس هلالات وفريدك دي اهم حاجه، هلالات وفريدك جد. جدا يا سعد ان شاء الله. ونحن والله فرحانين وان شاء الله ورد يعني ما شاء الله، يعني شفنا يعني الفريق الفروق يعني ما شاء الله في الدوري ده متقدمه كثير يعني. نعم. ونحن نتمنى يعني جاي علينا بطوله افريقيه والهلال الفرق المشاركه في الكونفدراليه كل اللي نقدر نجيب معاه وقفه واحده كده عشان تجيب لنا انتصارات سمحه. نعم ان شاء الله. نحن اهم شيء البطوله الافريقيه يا استاذ. اكيد اكيد. ونحلنا في الكنترول ديل ما يكونوا زعلوا ما هنيناهم يعني. ودكتور الطيب الشيخ. نعم. دكتور ده يعني نقول له مبروك يعني الكاس الممتاز، الله يعني فرحان شديد يعني بالدوري الممتاز الهلال ده 4 سنة 3 سنة قال الهلال ما حقق الممتاز. صحيح الحمد لله. هسه ان شاء الله يكون ان شاء الله مشاهدكم هو ان شاء الله. اللي انا قال اللي انا قال انا مؤجز الليله بكون قاعد. تحياتنا له اكيد، تحياتنا له. شكرا لك يا اسعد، شكرا جزيلا. وهي فعلا من حق الجميع انه يفرح في 3 مواسم على التوالي والهلال يفقد الكاس الممتاز لصالح المريخ، لكن نقول الحمد لله. لما انت تتعب اكيد انت حتصل وتقدم مجهود كبير، حيكون المقابل انك انت في الاخر بترتاح وبتكون مبسوط، وده الشيء اللي حصل. كان في مجهود كبير جدا مبذول خلال الموسم، فعلا في عمل كبير جدا من الجهاز الفني لفريق الهلال، من لجنة التطبيع في نادي الهلال، في انه الفريق يكون في افضل الحالات. ما كان في اي تقصير في اي شيء، يعني كل سبل الراحة كانت متوفرة للاعبي الهلال، فقط عليهم انهم هم يفوزوا بكل خلينا نقول البطولات المطروحة في الساحة، سواء كان كأس الممتاز، كأس السودان، والمشارك بطريقة مشرفة جدا في السمراء الأفريقية، والناس كلها متفائلة بانه هو الهلال ان شاء الله يحصل على هذه الكأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا فرح، صباح الخير عليك. صباح النور. اهلا اهلا مرحبا بك، وان شاء الله يكون دائما صباحنا جميل وكله افراح زي اسمك. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك. طبعا هي صداره الهلال. نعم. الهلال طبعا يعني رغم انه انا يعني مريخي وكده، يعني الهلال يستحق انه السنه يتوج بالدوري الممتاز. نعم انت مريخابي؟ اكيد. نعم. لكن حبيت انه اشارك طبعا. يا سلام على روحك الجميله. نعم تسلمي كثير ان شاء الله. نعم. فالهلال يعني السنه يعني زي ما كثير اشتغلت يعني بشغل احترافي. نعم. حتى بعيد عن الاعلام، حتى نحن لما يعني في مواقع التواصل وكده لحد يوم امبارح يعني ما سامعين انه في قدموا بشوكه في التوتي اللي المباراه اللي انتهت بالتعادل، انه نقطه الهلال ونقطه توتي. نعم.
وامبارح لما سمعنا انه قناه الهلال كسبوا اللقاء وكده يعني اكيد اي من الرخاب يعني ما بيرضى الخبر ده، لكن حاجه يعني ظريفه والتفيه يعني لجنه التفيه. نعم صحيح. حاجه كويسه شديد، بس انا حبيت ببال انه يعني رغم انه استفهيت يعني صباح الهلال انه تاخرها شويه كده مش عشان انا من الرخاب، لكن ببال حبيت انه يكون في الموضوع عن المنتخب الوطني. نعم اللي شارك مباراه. ايوه انا طرحت، ما قلت هم موضوعين مع بعض احنا حنتشارك فيهم، يعني طرحت موضوع المنتخب انه يعني المشاركه وشكل اداء المنتخب في مباراه الامس وتقييم يعني للاداء. انت طرحت الموضوع. نعم. فأنا ما حذفت المقدمة بتاعت الموضوع إن أنت طرحت موضوع، أنا جيت لما فتحت قريت. أيوة. قريت أيوه أنا قلت. نعم. هم موضوعين مع بعض إحنا حناخد فيه بآرائكم. نعم. طالما موضوعين مع بعض يعني المفروض يعني إنه الموضوع الثاني يكون مكتوب، لكن ما مشكلة. جدا حنعدل. نعم. جدا. فالمنتخب الوطني مباراة شارك في مباراة إعدادية. نعم. بس أنا حبيت إنه قبل يشارك بعض النجوم يعني زي يعني محمد عبد الرحمن ميرتيري، أنا ما أعرف كان رجع ولا ما رجع، فارس عبد الله ميرتيري كمان حبيت قبل إنه يشاركوا. نعم. يعني ما أعرف بوضاح، وضاح ده أصلاً مع الهلال ما قاعد يشارك. المصري احتياطي. نعم. كان في أبو 20 أول إنه يشارك مش عشان إنه يقول لي مباراة إعدادية ولا مباراة عايز أعرف منها النجوم. نعم. انت يعني مدرب كل اللعيبه دي نجوم. نعم. يعني حتى الاهداف شاهدناها بباك الشمال انه اخطاء المدافعين. نعم. يعني مدرب انه سيد قول لي المباراه الجايه حشارك انه تشكيله انت مباراتك مع المغرب يعني يوم اثنين. صحيح. انا اعتقد كل اسبوع ولا كده يعني ما يعني يعني يا فرح قصدك انه هو المباريات الاعداديه دي يلعب بالتشكيله اللي هو حيعتمد عليها في المباراه يعني. نعم ما يجرب. نعم يمكن تعمل لها بعض الاضافات يعني لا لاعبين ثلاثه، لكن ما التشكيله كلها. ايوه. يعني حتى شاهدنا انه بدا بمنجد النيل، بدا ثاني بالحرف الثاني. ايوه صحيح. انه 20 ما شارك. ما شارك. نعم. يعني لا زال المفروض يعني ابو 20 يبدا الشوط الاول، الشوط الثاني ما تروح حيكون لعيب يعني عايز تشاركون الفرق الثلاثه. نعم جميل. ربنا يستر بس يصلح الحال. جميل. التحيه لك والله استاذ معز. طبعا يعني انا قلت استاذ معز دي طبعا لو خشيت عليها حذكر ان انا متابعه من قناه ام درمان والله. متواصل على كويس والله، معناه الناس ما نسيتوني كويس. لا انا ما اقول. شكرا يا فرح، سعيده جدا. تحيه لك والله، والتحيه لكل اهل يعني بالعزازي وغريات عداله. نعم. والتحيه انا طبعا لما نستمع لقمر الدوله ده يعني بتكيف معتصم العزازي ويحيى. نعم. عباس وكوثر والله التحيه لهم كلهم. اكيد تحيه لكل اصدقاء الموجة الازرق. اكيد شكرا لك يا فرح، واحنا اكيد سعداء بهذا التواصل. وحنكون قاعدين في العزازي. طيب حنستقبل المعتصم، مرحب بك معزز بدومي. اهلا بك، صباح الخير. احنا اليوم معاكم في العزازي، شكلنا شاربين الشاي هناك. كان معانا فرح. كان معانا فرح. نعم فرح من اخونا فرح من غريب عداله بحييه على روح صديقي للمجا الازرق. ايوه صحيح، كان بيسلم عليك برضه. تفضل يا عم. بقول له تحيه خاصه للاخ فرح لغريب عداله، تحيه خاصه للاخ فرح الجميل. نعم. اول حاجه استاذ نقول لكم تحيه خاصه لكل عائله قناه الهلال بالاخص الاثنين المتميزه الفكره الرياضيه. طبعا استاذ الكهرباء عندنا في العاده، لكن الموضوع يرسل من اشراف الكنترول. نعم. عن احتفاليه الهلال باللقب الدوري. نحن قلنا بس احتفاليه مصغره، عايزين نبدا لحد ما الدوري ده ينتهي، لكن دارين نفرح بصراحه. نحن لنا ثلاث سنين ما فرحنا احنا بكاس الممتاز. نعم. اول حاجه مبارك لجنه التصدي على المياه على الشكوى السريه المقدمه ضد نادي توفي. كل جماهير الهلال لم تعرف الخبر ده مع لجنه الاستئنافات. امبارح كان في الاجتماع الساعه 2 تقريبا بعد الظهر، الناس بعد الساعه 2 في فرح شديد. نعم. احنا والله استاذ معز بعد الاحتفاليه دي ما عندنا اي مشكله، لكن احنا فريق نغلبه في الميدان استاذ، ده برضه بالنسبه لنا احتفال. الاحتفاليه بتاعتنا جبت الشغل تحت القوانين بتاعت الطاوله ده على طول الرياض. طبعا نحب الكوره، الكوره طبعا يا معز الحجاجر في الميدان بتاع الحجاجر. نعم. يعني لو غلب كنت اشتكيت وكشفت الشكوى في النهايه التعرف وسجل لي فالفريق ده غلبه. كنت اشتكيت بالشكوى وفي المكتب شفت ثلاث نقاط، لكن التعرف وسجل لي.
لكن انا معاذ بنحب الفريق اللي بيلعب معاه في الميدان وبيهجم في الميدان ده هو الفريق اللي بنحترمه. يعني انا ما فهمت قصدك يا معتصم، يعني انت ما ضد انه كان الهلال يقدم شكوى في توتي؟ والله ده ما شغل اداري، انا يقدم شكوى في توتي دي طبعا ده ما شغل اداري، الاداره عندها شغل معين بالجنبيو، لانه كم اللاعب يكون عنده ثلاثه قروض، انت زول قاعد في الاداره وفي اداره الكوره ما عرفت الكلام زي ده، يبقى هنا في فشل في اداره الكوره. نعم انا بس بعتبره ده نجاح للانديه التطبيعيه ولاداره الكوره. اكيد ربنا وفقها في الشكوى وتبدا الشكوى طرف الناس. نحن ما عايز الشكوى ما اقول مبروك لفريق الهلال، سبقتنا طبعا كورتين، اصل احنا ما نقول مثلا عندنا 8 نقاط فاتونا المريخ، عندنا مباراه لازم نغلب فيها هي كوره الامل اكبر او الاسكادوبلي عشان نحسم الدوري، عشان نحسم الدوري من بدري نحتفل بالبطوله لان فقدناها لنا 3 مواسم. نعم وهي البطوله اللي فقدت يا معزه اتفقدت بفعلي فائز، اول شيء 2015 فقدناها بتضامن مع كره الامل الاكبر والدكتور اشرف الكاردينال لانه كان في مشاكل في صوره تحت الامر الاكبر اللي جبنا معاهم في الاتحاد. نعم ده فقدنا البطوله، اما البطوله الثالثه فقدناها غبي اللاعب مريخ الفاشل وسام جنيه، ده برضه كان في شك وكان في تواطؤ في المباراه دي لانه مباراه معروفه لاي دول فريق يمكن يكون غالب 1 4 5 دقائق يمكن تقول له يا اخي اشتكي في اللاعب ده بدي اشاره مسطر ومفبركه. لكن يا معزه كره القدم دي في النهايه اللاعب الشاطر والاداري الشاطر هو اللي بتوجب البطوله المحليه. وبقول منتخبنا المره المباراه مع النجم هلا في منتخبنا، مباراه المباراه ان شاء الله مرحله ان شاء الله حتكون مباراه ايجابيه. نخش خشينا بالمنتخب لكن ما فرصتنا برضه لان المنتخب مستحق السوداني. معزه طبعا نقول مبروك انت ومبروك لاخوتنا اشراق بن نياله الثلاث انقاط والاحتفائيه، وان شاء الله نسمع لنا اغاني كذا بين احتفائيه بمعنى الاحتفائيه. نعم ان شاء الله. وقال له كهرباء كذا هديها لي كوثر بالكسر اذا خشد عليك انا اقول له كوثر ده لنا قصيده في كوثر الهلال على الثلاث انقاط بتاع التوتي. نعم. اول شيء بقول لكم شكرا لكم. شكرا يا معتصم. طبعا مطر الله الوطن الهلال. شكرا لك يا معتصم، شكرا جزيلا. و طيب نحن نمشي المطار يا شراغه ولا نواصل؟ طيب قبل ما نواصل خلونا نتعرف على حركة الطيران عبر هذا الصباح من غرفة الاستعلامات. طيب حنرجع تاني لفاطمة عشان نعرف معها حركة الطيران. الحتة اللي ممكن تكون هي الناس ركزت عليها وكانت مبسوطة جدا مش الحصول على 3 نقاط بس، كيفية إدارة الملف نفسه أو الشكوى نفسها بينا هي انت من قدمتها بالمستندات يعني المستندات الرسميه قدمتها واتقبلت شكلا ومضموما. طبعا لو جينا يعني بدات المقارنه بين شكوى اللي قدمها المريخ في يعني في تقريبا في نفس في لاعب هو في مريخ الفاشر ولا ايوه هي دي الشكوى اترفضت مضمونا لانه هي برضو كان يعني من الاول شكلها ما جابوا إثباتات لعدد المباريات اللي شارك فيها اللاعب وتم طرده اللي هو كنو. طيب برضو ممكن يكون التواريخ ما ذكرت عشان يكون في بينة أنت ترتكز عليها، دي الحاجات اللي ممكن تكون اللي أخلت بشكوى المريخ. وزي ما حلقنا بين طيات السحاب أيضا الهلال يحلق عاليا في سماء الممتاز ويخطو خطوات كبيرة جدا نحو التتويج باللقب لهذا الموسم بعد ما وسع الفارق بينه وبين المريخ ل8 نقاط. حاليا جعلت الكل هادئ جدا في أنه نحن خلاص هنحتفل إن شاء الله بعد المباريات أو خلينا نقول بعد مباراة هلال كادوغلي إن شاء الله بحسم اللقب، وأيا كانت نتيجة مباراة الهلال والمريخ هي لا تؤثر بالتأكيد في فوز الهلال بهذا الكأس. الشيء الثاني المستوى اللي قدمه المنتخب في مباراة الأمس أمام النيجر، طبعا عدد من اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الأمس هم أساسا حتى مع أنديتهم ما كانوا بيشاركوا، فكانت دي تقريبا أول ظهور لهم مع المنتخب، عشان كده ممكن خلينا نقول الأداء شوية كان مهزوز أو الأداء كان باهت، لكن
المباراة القادمة مباراة الخميس محتمل جدا أنه يدفع فيلود بالتشكيلة الأساسية وحيكون شكل المنتخب مغير إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال. مرحبا هاني، صباح النور. صباح يا نور، أهلا بك. أهلا، صباح النور عليك. ونحن بنتشارك في موضوعين، مباراة المنتخب الوطني بالأمس أمام النيجر، وكذلك الهلال والثمانية نقاط واقترابه من حسم اللقب هذا الموسم. والله يمكن أول حاجة البلدان يا أستاذ معزة بتتجاز دائما يعني بمنتخباتها، فيجب أن المنتخب الوطني في الأول. والهلال طبعا برضه فريق ما شاء الله، فريق كبير وله تاريخه وله اسمه، لكن يعني البلدان دائما بيقيسوها بمنتخباتها. فيمكن منتخبنا امبارح بيبتدر المشوار بمباراه اداريه انا يمكن شاهدتها من طقطقه بنقول المصريين السلام عليكم، فكانت مباراه حقيقه يعني انا بقول هي اداريه، لكن كان فيها يعني حاجات حلوه جدا من خلالها قدرنا عرفنا لاعبين ما كانوا جاهزين من خلال هذه المباراه. صحيح، حتم جاهزيتهم لمقبل المباريات، خصوصا يا استاذ معز انه المنتخب بمقبل على مباريات كبيره وقويه وحساسه. صحيح، فانا بفتكر انه مباراه النيجر زي ادتنا يعني الحجاب بتاع الضعف والقوه في المنتخب، لكن بتكتمل لو حسب المباراه الثانيه اللي بتكون ان شاء الله بعد يوم الخميس الجاي في دبي. فانا زعلت جدا لجماهير المنتخب اللي ما كانت امبارح كثيره في الاستاد. أنا أتمنى إن شاء الله إنه مباراة النيجر الثانية جماهير السودان وعلى السودان ترفرف أكثر في دبي، عشان الجماهير دي بتدي دافع للمنتخب لمقبل المباريات وكذا. نعم، فأنا من هنا يعني بفتكر إنه المباراة كانت مباراة يعني كويسة، يعني كون أنت تعمل مباريات إعدادية دولية دي بالمناسبة قيمتها كبيرة. نعم، كل المنتخبات اللي أنت شايفها ولا أنا شايفها دي يا أستاذ معزة اتقدمت وتطورت بشنو؟ اتطورت اتقدمت بالمباريات الاعداديه، فنحن زمان ما كان عندنا الحاجه دي. نعم. يعني زمان ما كان عندنا مباريات اعداديه دوليه لمنتخبنا، كان طوالي نمشي بنلم المنتخب وبنكلفته. نعم. وبنمشي طوالي نلعب فيه. صحيح. لكن نحن لاحظنا انه الاعداد زي ده زي خلى المنتخب يتاهل الحمد لله، لانه شفنا المباريات الاعداديه عمل المنتخب في الثلاث شهور او الاربع شهور اللي فاتت. نعم. عمل مع تشاد، عمل مع يعني عمل مباريات كثيره وكده. فانا حقيقه ممكن يوم اثنين تسعه المنتخب حيلعب الكوره الاولى مع المغرب. نعم، معروف. صح. الكره في الشمال الافريقي معروف المغرب هو. نعم. شنو غير المغرب منتخب منظم جدا وفيه عدد من المحترفين اللي بينشطوا في الدوريات الاوروبيه ومعروفين. نعم، فعشان كده انا من هنا بخش في الاذن بتاعت اللعيبه كلهم واقول لهم يا اخواننا مباراه الدنيا مباراه سهله، خدوا شعار الوطن قدامكم، خدوا كاس العالم ده. نحن امنيتنا، نحن من قمنا من 56 من البلد دي نالت استقلالها يا استاذ معزه. نعم. امنيتنا انه نلعب في كاس العالم. والله يا ريت يا ريت. فنحن الامنيه دي لو اتحققت لنا انا شخصيا حكون مبسوط وحمشي خطر. أكيد. أنا من هنا بتمنى والله إنه منتخبنا يعني يقدر يحقق لنا الحلم بتاعنا إنه إن يوصل لكأس العالم في قطر. فالكلام ده الحلم ده لازم يتحقق بإعداد زي ده اللي نحن شايفينه، إعداد مباريات دولية. مباراة المغرب إن شاء الله يعني نتمنى منتخبنا إنه يحقق فيها ثلاث نقاط. نعم. مباراة ثانية على ما أعتقد يا أستاذة إن شاء الله يوم الخميس في مباراة جاية تعالي. نعم. لا في كأس العالم. أيوة، هي أمام المغرب وغينيا بيساو. غينيا بيساو. نعم. فالمباراتين ما سهلة، مباريات كبيرة. نعم. إحنا يجب إنه لازم نحط عليهم ألف حساب، لازم نجهز منتخبنا، لازم نشوف الجاهز ممكن المدرب ده أنا ما شاء الله يعني شايفه شاطر جدا، يعني بيشوف اللعيبه اللي بيستحقوا انه يلعبوا المباراه بتاعت المغرب. فان شاء الله يعني نقدر نبني السته نقاط بتاعت غينيا والمغرب انه يعني حقيقيا نخلونا الكبير ده. نعم ان شاء الله. فمن هنا يعني نقصد خيار الصارخ، لكن والله يعني نتمنى في هذا الهلال في الهلال العظيم انه يعني الكاس السردي يعني احتفلوا به وشنو، لانه يمكن نفس المباريات قويه احنا كلنا شاهدناها،
كانت مباريات يعني جميلة جدا ومباريات قوية يعني، كان اتأخر في كرة توتي والحمد لله كان شفناه ورجع وقدر يعني شكرا لك يا هاني، شكله الشبكة عندك بقت سيئة. شكرا لك. وفعلا هاني ممكن يكون يتكلم عن نقطة مهمة جدا، في انه نحن كنا بنفتقد زمان لهذه المباريات الإعدادية. المنتخب ده كان بلموه في اسبوع، والاسبوع اللي بعده بيسافر بيشارك ويتغلب 3-4 وبيجراجع ما كان فيما يخص كرة الجديان. لكن هذا الموسم يعني اختلف تماما. أول شيء والله تحية خاصة وشكر كبير جدا للسلطان برقو اللي صنع منتخب وطني خلانا نحن نفتخر به، والزول ده تعب جدا على هذا المنتخب وأحيانا بيصرف بالمناسبة من ماله الخاص عشان يقدر يسير أمر المنتخب. من سنين نحن ما سمعنا إنه المنتخب ده الله يسافر مباراة بطيارة خاصة. حصلت اهتمام كبير جدا لقاه المنتخب، ودي نتيجة الاهتمام الكبير، ونحن لسه منتظرين أكثر وأكثر من صقور الجديان إن شاء الله تحلق عاليا في كأس العالم بإذن الله تعالى. نحن حننتقل مباشرة لفقرة أخرى في صباح الموج الأزرق، نتحول إلى أسواق الخرطوم المختلفة، نتعرف على أسعار الخضروات لهذا الصباح. نرحب بحافظ، صباح الخير عليك، أهلا وسهلا. صباح النور عليك أستاذة معزة. مرحبا بك أستاذة، محبين الموج الأزرق. أهلا، محبين الرياضة في السودان. أهلا بك يا حافظ، أهلا وسهلا. أنه كده طمنا على أسعار الخضروات والفواكه في السوق، عشان أنا غايته من الاف ام وماشي السوق عشان أكون مطمئنة. اتفضل. اتفضل. تلقي طلبات كلها إن شاء الله. نعم اتفضل. هنبدأ قبل الخضار والفواكه، نبدأ باللحمة. نعم، أسعار البقر بتبدأ من 2000 ل 2400، أسعار الضان من 2500 ل 2700، عندنا العجالي ب 2700. نعم، ده بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للحوم البيضاء عندنا كيلو الفراخ ب 1500. نعم، وبنقول برضه معاه طبق البيض ب 1600. نعم، منا نمشي الخضار. نعم تفضل. الخضار الطماطم الحجم صغير كيلوها ب 400 جنيه، والحجم كبير ب 600 جنيه. نعم، كيلو الاسود اسعاره بين 400 ل 600، كيلو الكوسه ب 700 جنيه، كيلو الفلفليه ب 1000 جنيه. ده بالنسبة للحبة الصغيرة. نعم، الحبة الكبيرة أكثر من 1400 جنيه. ربع البصل اللحمة 100 جنيه. في السلطة لو دارك السلطة عشان كف 5 كفار وليفوق أقل حاجة 500. نعم، ده بالنسبة للخضار. نمشي للمانجا الفواكه الشهرية. نعم، اليومين دي المانجا شوية مرتفعة، حبتها ب 500 جنيه. نعم، حبة كبيرة ب 500 جنيه، أدت ب 5000. كيلو الموز ب 400 جنيه، 2 كيلو ب 700 جنيه. صندوق العنب الصغير ب 250 جنيه. دفة البرتقال الأخضر ب 300 جنيه، ودفة الأصفر ب 400 500 جنيه. نعم، البسيغ على حسب الحجم الجميل، و400 جنيه دي طلعت 1000 ونص. نعم، الحجم الكبير. صندوق العنب بالناوة الصغير ب 250 و200 جنيه. نعم، دي الفواكه. بدأ يطلع الرمان حبة 100 جنيه، يا دوب بدأ يطلع الرمان وينزل. جميل، نعم، لأنه بدأ يطلع الرمان. كل الأزعاج ورعامة. نعم شكرا لك يا حافظ. نعم نعم شكرا جدا، خلاص عرفنا الأسعار. شكرا لك يا حافظ، شكرا، أكيد نلتقيك مجددا في صباحات أخرى نتعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم. شكرا جزيلا، نورتنا يا حافظ، شكرا لك. شكرا لفريق العمل، دي واحدة من الخدمات اللي بتقدم في صباح الموجة الأزرق. شكرا إشراقة على المشهد الكبير.
في تقديم هذه الخدمات أكيد لكل عشاق الموجة الأزرق. ونرجع للحديث عن المنتخب وكذلك عن الهلال. قلت إنه المباراة اللي تلعبت أمس واللاعبين اللي شاركوا فيها، أنا كنت يعني متابعة التعليقات اللي كانت بتنزل، يعني الناس أغلبها بيتكلم على إنه والله يا أخي ده ما مستوى بيأهلنا. لا، نحن لما نلعب المباريات الودية عشان نحن نأهل نفسنا، عشان نحن نكون قادرين نواجه الفرق اللي هي أساسا عدت نفسها إعداد كبير جدا لهذه المشاركات الإفريقية والقارية. عموما المنتخب المستوى اللي تقدم أمس هو ماشين أو كعب، المستوى خلينا نقول طيب أو وسط، عشان أنت كل ما تلعب في مباريات حيكون في انسجام أكبر. في ناس لعبوا بالأمس أو لاعبين لعبوا بالأمس صراحة هم يكونوا أول مرة يشاركوا، في لاعبين مع أنديتهم هم متوقفين تماما عن اللعب، عشان كده ممكن يكون ده المردود اللي كان في مباراة الأمس. لكن مؤكد جدا يوم الخميس لما يكون في خليط من اللاعبين الأساسيين اللي بيشاركوا مع المنتخب أمثال أبو عشرين ومحمد عبد الرحمن أمير كمال غيره من اللاعبين الأساسيين، ويكون معاهم من اللاعبين اللي شوية بعيدين عن المشاركات، شكل المنتخب حيتغير. صدقوني بجد مباراة الخميس حيكون شكلها مختلف، وإنتوا تابعوها وحتشوفوا الفارق إن شاء الله. ده فيما يخص المنتخب. فيما يخص الهلال طبعا يعني لسه موضوع الإجازة النظام الأساسي والجمعية العمومية، لجنة التطبيع مشى فيه بخطى كبيرة جدا. يوم 24 طبعا حيكون الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي اللي هو حيعيد للعرس الكبير الديمقراطي في أنه الهلال يحصل على مجلس إدارة جديد ومنتخب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، صباح النور. الأمين طيب الحسنان معك. أهلا يا الأمين، كيفك؟ التحية لك والتحية للسمع العام والتحية للشعب السوداني. مرحبا بك، أهلا وسهلا. ملفات عديدة نحن اليوم طارحينا يا الأمين، خلينا نسمع رأيك فيها. أول حاجة يعني أنا والله بناشد الشعب الرياضي، الجمهور الرياضي كافة، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى عن نفسي الكابتن عبد الله موسى كابتن الهلال السابق، والله هو في حوجة هسه للناس وفي حوجة لدعواتهم وفي حوجة ليدهم الصحية، وإن شاء الله ندع الله الكريم رب العرش العظيم يشفيه يا أخي و يديه الصحة والعافية. إن شاء الله رب ربنا يديه الصحة والعافية ويشفيه يا رب. أنا بقول لي أخونا فرح يا فرح يا أخي، نحن والله كمرخاب ما جعلني لأن هذا المستاذ ما غريب على الديار الزرقاء، يعني ديار الزرقاء أهلا لهذا المستاذ، وكان المستاذ أكثر من المريخ، ونحن والله ما زعلانين. دي زي ما بقولوا سنة الحين سنة الرياضة، أحيانا بيجي الهلال وأحيانا بيجي المريخ، حتى ما حتى شانوا فريق بين الهلال ولا المريخ. صحيح، هو هكذا سجالا بين الفريقين. الهلال يجي الكاس لأنه بذل عطاه ويشهد ويشهد. نعم. أنا حاجة إنه نكون زعلانين ولا غضبانين. نعم. ربنا يوفقكم، نحن أنا أتعود من الرحيم أقول لهم أنتم مبروك الكاس ونتمنى المزيد. فنحن ما هدفنا إنه كاس الممتاز في الهلال، نحن هدفنا والله نمشي لقدام نمشي بالأبطال ونجيب من فرح هذا الدولار أكثر يعني. إن شاء الله. الحاجة الثانية والله أنا حبيت الشوط الأول في المنتخب. نعم. طلعت لك ما حضرته والله. نعم. وطبعا يا الأمين الشوط الثاني كان أفضل حالا من الشوط الأول بعد التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني، يعني شوية كان في يعني تغير الأداء، وطبعا فيلود عمل يعني تغييرات كبيرة جدا، لكن الشوط الثاني صراحة الأداء اختلف تماما عن الشوط الأول. والله دخول نصر الدين الشغيل ودخول ايضا ياسير وكذلك عدد من اللاعبين اللي كانوا ما شاركوا في الشوط الاول لما شاركوا في الثاني يتغير، وخصوصا منطقه الوسط يعني زبطت شويه. والله انا ما طلع بالدليل الشوط الاول حضرته، يعني كان الجزول النوح أيضا كان في المقدمة الهجومية نشطوا الهجوم، لكن كان في تسرع في أنهم هم يقدروا يختموا الهجمة ويحرزوا هدف. برضو محمد الرشيد أيضا برضو كان في تسرع في إحراز الأهداف، فدي بس ده كان الخلل، وهو مفروض يعني يعالج في المباراة القادمة إن شاء الله.
والله نحن نتمنى انه كلودي يعني يكون عرفة غلطين، لكن دي ما التجربه اللي بتدوه خلاص. اكيد بحسك الاساسيين يعني احمد عبد الرحمن برا، ايريك برا، امير كمال، يعني الناس اسمه ده 20 جعلة، كيف كل الناس يعني انت بتحتمل عليهم في المباريات الجايه؟ وروحهم يلعبوا وانت دائمهم دائم لحد ما تلقى ان سيرتك وين؟ تركز عليها. نعم. لكن والله برضه يعني ما نحب نخيب اعماله لانه اجتهدوا والله، الكره الصغيره والمغلوب ما فيها اثنين ثلاثه يعني غالب مقصود عادل، وبرضه فريق النيجيري برضه داري يسخر يعني داري برضه يغلب. صحيح. هو تصنيف احسن مننا. لكن احنا والله بامانه يا معزه كورتنا دي مع المغرب ما تودينا لقدام بامانه يعني. فريق الله المغرب ده فريق قوي، فريق معروف، فريق متطرف، لكن احنا كل ما نجتهد كل ما نلقى يعني الاجتهاد ما نعم الاجتهاد مصلحتنا يعني، وما كاين مباريتين يلعبوا قارن ثلاثه من الامارات، ونحن نحاول نعمل ثاني هنا نستضيف فريقين عشان نركز على البيت اكثر وعلى القناه اكثر وعلى الحياه الكثيره. جميل. فانا والله ما عندي حاجه اقول غير انه ادعي الرياضيين اخونا عبد المحمود اللي يساعدوه بالدعوات ان شاء الله ربنا يشفيه يا رب. شكرا لك يا الامين، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذا التواصل. اكيد تحيه الصحه والعافيه ل يعني لاعب وكابتن الهلال السابق عبد الله موسى، ان شاء الله ربنا يديه الصحه والعافيه، واكيد دعوات الملايين من عشاق الموج الازرق لك يا كابتن، وان شاء الله نسمع اخبار جميله وانك انت تكون بلغت الصحه باذن الله تعالى. طيب نواصل في الحديث، ويعني عن إعداد الهلال نفسه. الهلال طبعا حيواصل في ذات المشوار التمارين والمباريات المتبقية أمام الأمل عدبرة، وكذلك مباراة هلال كادوغلي اللي هي فعلا الهلال لازم يكون حريص حرص كبير جدا على كسب نقاط هذه المباريات، عشان أي نقطتين إحنا محتاجين لهم عشان نحسم اللقب تماما، والمباراة الأخيرة بينه بين المريخ تكون أو بينه بين المريخ فعلا تكون هي مباراة أداء واجب فقط. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ معز الدسوقي. مرحبا بك، أهلا، صباح النور. صباح الخير يا أستاذتنا معز الدسوقي. معك محمد حسن عبد الله أبو تسابيح. أهلا يا أستاذ معز. أهلا بك يا أبو تسابيح، أهلا، صباح النور عليك. مرحبا. صباح الورد عليك. مرحبا بك، تفضل. تكلم عن احتفاليه الهلال يعني. نعم، احنا عندنا موضوعين يعني، احنا خلاص يعني خلينا نقول دارين نبدا احتفاليه مصغره بانجازات كبيره جدا لفريق الهلال هذا الموسم، وكمان مباراه المنتخب اللي كانت بالامس امام النيجر في استعداداته للتصفيات. نعم نعم نعم، اتفضل. وش ابدا لك في الهلال؟ والله الهلال يا استاذ معزه، الهلال والله يا اخي في مبارياته الاخيره ماشي كويس يا استاذ معزه الدسوقي. نعم يعني في اي زول يعني رياضي يعني متابع يعني فاتو الهلال ماشي كويس، ونتمنى انه يحافظ على اللقب ان شاء الله، يحافظ على الصداره دي يا استاذ معاذ. تقريبا باقي له ثلاث مباريات. ايوه ثلاث مباريات. نعم. اتمنى في باقي المباريات دي ان شاء الله زي ما لعبنا المباريات السابقه يلعب لنا باقي الثلاث مباريات دي بنفس الاشكاليه وبنفس التشكيله ان شاء الله، لانه المدرب والله ريكاردو هو عنده خطط، انا والله لحد الان بشيد بخططه والله تعليماته، واللعيبه ذاته يا استاذ معز والله قاموا بدور يعني دور يعني مجهود يعني مجهود جبار يا استاذ معز. نعم. فبعدين كان المباراه بتاعت الهلال في خلل في الدفاع، لكن يعني والله يعني المدرب يعني قدر يعالج الخلل يعني في المباراه الثانيه، في المباراه الثانيه انتصرنا يعني على عارف على المريخ الفاجر يعني. نعم. ثلاثة يعني، واتمنى انه الانتصارات تتوالى لنادي الهلال يعني. واللعيبه اليومين اللي فاتوا جاهزين انا زي ما بشوفه، بالنسبه كمان لمباراه المنتخب امس شاحتنا المباراه، ومباراه كانت جميله من المنتخب، الشوط الاول نوعا ما يعني المنتخب كان يعني متدني شويه، لكن الشوط الثاني المنتخب يعني المفروض كان يكون غالب، لكن نقول يعني حار لك برضه مباراه هي اعداديه في النهايه يعني. صحيح. برضه ممتازه يعني، كوبرتيلوس هو مدرب برضه بنقول عليه بنشيد عليه بالبنان يا استاذ معز الدسوقي. نعم. يعني هو
جدا يعني، لانه امس كان في فجوه في الدفاع برضه في دفاع العنبه يعني بمناسبه شاحتين مشاحتين المباراه. نعم في فجوه في الدفاع، لانه انا اشوف المهاجم النجري يعني راوغ بيقول له اسمه منو يا اخي، راوغ المدافعين وخد الكره في الشباك صحيح يعني صحيح. نعم في فجوه فعلا، كان في عدم انسجام خلينا نقول بين اللاعبين في المستويات الدفاعيه، وده الخلل اللي كان حاصل في المنتخب. ده الخلل اللي كان ولا بد شفتي الخلل ده لابد مما وبرتلوج يعني عايل له ينظر له بين نظرات انقياد انه مباراته هو حيلعب امام المنتخب المغربي تقريبا اكيد في هذا المباراه القادمه امام المنتخب المغربي، فالمنتخب المغربي ونحن بنحترمه وبرضه منتخبنا نحن برضه والله ما بيغلش عن يعني المنتخب المغربي، لكن شنو لابد مما يعمل حساب للدفاع يعني جينا الخلل ده كان امس في المباراه العباديه دي لكي نقدر نتخطى المغرب ونتخطى باقي المنتخبات ان شاء الله، نصل ان شاء الله بنصل لتصفيات وبنصل لكاس العالم السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله منتخب السودان حيشارك في كاس العالم ان شاء الله يا استاذ معزز، واتمنى للمنتخب ان شاء الله حظ اوفر يعني، واتمنى له التوفيق يا استاذ معزز وكل المنتخبات السودانيه والكونفدراليه، واتمنى له برضه في نهائي امم افريقيا برضه وكل المنتخبات ان شاء الله تؤدي طوال الانتصارات يا استاذ معز الدسوقي. بس عندي سؤال اكيد يا معز، بس احيي يا استاذ معز الدسوقي. نعم تفضل تفضل يا ابو تسعود. اول شيء تحياتي للعلمين احمد طيبه الحسنات، وتحياتي لكل الطاقم الذي يعمل في قناه الهلال، وتحياتي للعمير محمد الماهي، وتحياتي برضه ليحيى عباس واسماعيل حسن سيد وكوثر، وتحياتي لعمل العروس بقول لها كل سنه عندي طيبه، وتحياتي لكل الاصدقاء فردا فردا يا استاذ معز الدسوقي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك يا ابو تسعبيح، شكرا جزيلا على تواصلك معنا، شكرا. وهو فعلا المنتخب مباراة الأمس هي المباراة اللي بتتيح لفيلد إنه هو يتعرف أكثر على عناصر. في فئة بتقول لك والله هدى الزمن إنه هو ما بيسمع عشان هو يقدر يعني يجرب أكبر عدد من اللاعبين. هو فعلا يعني مساحد إنه المباراة في الأول من سبتمبر، ففعلا هو الزمن ضيق جدا، لكن برضو ده ما بيمنع إنه إنك أنت عندك عناصر في المنتخب مفروض تستعين بهم، ده الشيء اللي بيكون هو ركز عليه. لكن المباراة القادمة دي المباراة الأساسية المفروض هي يكون فيها التركيز الأساسي، مفروض يكون فيها ده التقييم الحقيقي لشكل المنتخب، وهو حيغادر إن شاء الله لمباراته أمام المغرب. دي الحاجة المفروض يركز عليها المدرب في المباراة القادمة في خطوط اللعب كلها، الأخطاء اللي احنا قبل شوية اللي تكلمنا عنها سواء كانت في المقدمة الهجومية، مشكلة التسرع الكبير من اللاعبين في انه هو عايز يعني يحرز هدف بأي طريقة، دي مشكلة. وفي انك انت عندك خلل دفاعي برضو دي مشكلة كبيرة جدا، وتباعد الخطوط بيخلي وسط الملعب مفكك جدا، ما بتقدر انت كده تتحكم في الهجمة، فدي حاجات ايضا عايزة معالجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليك الأستاذة الإعلامية بالتسلوق لك التحية والتقدير والاحترام. أهلا بك يا أبو والتحية في الأجهزة الرقمية والصوتية، والتحية لكل المشاهدين في السودان وخارج السودان. أهلا بك يا بكر، صباح النور عليك، أهلا وسهلا. صباح الأنوار وصباح الجمال وصباح الهلال وصباح الوطن وصباح الأمل وصباح الحب والجمال. والله يا أول حاجة أنا الليلة سعيد كل السعادة أشارك معكم في هذه القناة السودانية، قناة الهلال في أمان السودان أو في الخرطوم السودان. إحنا أسعد كل السعادة الليلة أطل عليكم عبر الحادث المحمول، وعبركم أحيي أخونا الشاعر الأستاذ الوطن كوثر عدم عامر، ورتين موضوع والحمد لله عبر الحادث المحمول. وصلت تتكلم عن موضوع الشكوى اللي امبارح كتيبة الهلال، وان المنتخب مباراته كانت امبارح في ابو ظبي ان شاء الله. وبرضه والله انا اجيكم موضوع الشكوى ده اول حاجه صحيه اللي بتفضيه، لانها بالمناسبه دي حاجه سريه جدا جدا، والكوره بتدار ايوه دي الاداره الدارين عايز نظافه صحيح، اداره بسريه وبامتياز، وده حاجه يعني الهلال قدم شكوته بدون ضغط وبدون اعلام وبدون يعني زحمه وبدون كلام كثير، والحمد لله الحق يعني اهله، نعم الحق هو نعم حق. نعم. وبرضه الحاجه الكويسه اللي بتفضلها انك تشتغل بانسجام كبير، والهلال ده والله فريق كبير وقابل الى المباريات كالابطال ومباراتنا مع الفريق الاثيوبي،
يعني الاستعداد انا بشوفه والله يكون يعني في استعداد واهتمام بالذات لو حرصنا البرده دي ما بنلقاها والله. نعم. فيها برنامج تمام ويكون فيها المراجعه للاضاءه والمولدات وحتى للمدير الملعب اصلا. نعم. برضه نقول ان شاء الله ما فعل برضه الجوهره اللي دارينها تكون نعم زي الجوهره اكيد 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 الحلال ده هو الوطن وجاري في دمنا والله الحلال ده بالمناسبه معنا الليله تعرف عليكم في قناه الحلال يعني سعيد من داخل جانب سعيد بكل السعاده يا بنتي احنا كمان سعيدين والله برضه مباراه المنتخب امبارح يعني نقول يعني ما اخذ المطاف لانه مباراه اداريه لانه عندنا مباراه حاسمه في العاصمه المغربيه الرباط امام المنتخب المغربي يعني الاعداد جيد مباراتنا الجايه ان شاء الله حتى لو خسرناها لو جت نتيجه ايجابيه يعني احنا نركز في مباراه المغرب لان الشباب دير ما شاء الله والله لهم مسؤوليه كلهم يعني من حراس المرمى والمدرب والجهاز الفني كله وسلطان الكره في داري انا اقول او سلطان نعم لان راجل مهتم جدا جدا حسن برقو وبرضه ما شاء الله ماشي كويس مع خالد صحيح والله كلام كثير جدا جدا الموضوع الحلال ده موضوع يعني جاري في دمنا والحلال ده وبالمناسبه المعلومه بقول لك كوثر دي ذات الحلال بالمناسبه كوثر دي هي وطن كوثر يعني من ترتيبها طويله جدا جدا لانها جد غيوره جد عندها حميه جد عندها يعني ذات كيف بالمناسبه كوثر دي سبحان الله انا ما شفتها لك عبر الحادث المحمول تعرفنا والحمد لله والحلال جاري في دمنا والتواصل والرصيد موضوع من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم شكرا لك يا بكري. شكرا جزيلا اكيد تحيه لك وتحيه لكوثر عبر هذا الصباح. حنواصل معاكم حنغني ونرجع من جديد في صباح الموجة الازرق. طبعا احلى احلى احساس انك انت تحسه احساس الانتصار والتتويج بالكاسات احساس عظيم جدا. الاحساس ده حيكون ناقص لو انت يا الاتحاد العام حرمت جمهور الهلال انه ما يكون موجود في الاستاد وما يكون حاضر هذا التتويج الكبير. اتمنى انه مناشده من الموجه الازرق للاتحاد السوداني لكره القدم جمهور الهلال بيوجه لكم رساله خاصه. افتحوا المدرجات للجمهور عشان يتابع بقيه المباريات عشان يحتفي مع اللاعبين بهذا الانجاز الكبير مع التزام الجمهور اكيد بكل الاشتراطات الصحيه الممكن يعني يضع اللجنه العليا للطوارئ الصحيه. الناس حتكون ملتزمه التزام كبير لكن اتمنى انكم انتم توافقوا على هذا الطلب وتمنحوا جمهور الهلال شرف الانضمام للاعبين في الجوهره الزرقاء حتى يكون في احتفائيه كبيره جدا. السلام عليكم. السلام ورحمه. مرحبا بك النذير. مرحبا بك شيخ ان شاء الله خير. اهلا بك صباح النور. الله بخير. مرحبا بك تفضل. الله يسلمك. استاذ معز الدسوقي. اهلا بك اهلا وسهلا صباح الخير عليك. صباح النور ان شاء الله. مرحبا اهلا متابعينا من الاول. متابعين ان شاء الله. نعم تفضل خلينا نسمع رايك. والله هي حقيقه عن الهلال مبارك له عصر الدوري من بدري ان شاء الله. نعم. الان الهلال يعني مبارياته كانت ومبارك له كمان الشكوى اللي كسبت قبل قليل ان شاء الله. نعم. عن المنتخب الله اداته مباراته اللي هي اداه يعني وطنا هي اداه. ما اكثر من كذا. نعم. واتمنى ان شاء الله تقدم للهلال ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ونحن فرحتنا والله اكبر بالهلال. يعني دارينا الفرحة تكون الأكبر بالبطولة الأفريقية والله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. والصبر على المدرب إن شاء الله. أكيد نقطة مهمة. نعم. والإضافة تكون إضافة نوعية للمحترفين. نعم. إن شاء الله. جميل. حتى هو إنجاز كبير والله يعني رجعت بطولة محببة لنا. نعم. بعد 3 سنوات. إنجاز كبير جدا والله. أكيد. والشكر والتقدير للاستاذ حسن برغو لجنه المنتخبات. نعم. يعني بذل مجهود كبير جدا والله لاداء المنتخب. حقيقه نعم. يعني دي قاعدين على المنتخب نحن نفخر به جدا جدا والله. نعم. برضه الصبر عليه وان شاء الله لقدام الاداء وان شاء الله مباراته القادمه مع المغرب تكون في احسن صور ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لك يا النذير. شكرا جزيلا.
شكرا كثير. هو فعلا أنا أخذ من حديثه الإبقاء على الأجهزة الفنية واحدة من أسباب الاستقرار في كرة القدم. من لما أنت يعني تكون اعتمدت عليه على مدرب وهو يقدر ينفذ برنامجه التدريبي اللي هو أساسا جاي من أجله، فأنت كده بتساهم في استقرار الفريق، وبالتالي بتكون النتائج ايضا ايجابيه. واحده من الاشياء المهمه انه يعني تم المحافظه على هذا الجهاز الفني حاليا بينشط سواء كان في المنتخب الوطني او حتى في فريق الهلال، لانهم صراحه خالقين فريق وقادرين يعملوا خطوات ايجابيه وتحسن ملحوظ جدا سواء كان في مستوى المنتخب الوطني وحتى في مستوى فريق الهلال. اتمنى انه ما يكون في اي تغيير لهذا الطاقم الفني الموجود حاليا. السلام عليكم. السلام ورحمة. مرحبا، أهلا يا محمد. مرحبا بك، صباح الخير. الحمد لله ربنا يديك العافية. نحن ماشيين الفطور، أنت شكلك نايم. لا والله ما نايم. يلا طيب اصحى شوي عشان أنا أسمعك، تفضل. لا كويس. تفضل يا محمد. نعم. متابع موضوع حلقة طبعا. جميل، تفضل خلينا نسمع. مدرب المنتخب الوطني. نعم، تفضل. بالنسبه للمنتخب الوطني ورا كان طبعا احنا الكهرباء قطعت بعد المباراه الاول، ما حضرنا الشوط الثاني حقيقه يعني. نعم. لكن الشوط الاول انا بشوف انه الحكم على اللعيبه بتاع الناس اللي في الشوط الاول بيكون حكم ظالم جدا، لانه معظم اللاعبين اللي لعبوا امبارح انا بعتقد انهم طولوا ما لعبوا ذاته في انديتهم يعني. صحيح. بالذات التشكيله بتاعت الشوط الاول يعني. نعم صحيح. يعني هذا على مستوى الدفاع وعلى مستوى الوسط انا شايف لعيبه ما لعبوا حتى الهلال بالذات ما لعبوا في الهلال فتره طويله. مع انهم مستغرب شديد بالمناسبه يعني اختيار بوجبا والدين يعني ما عارف هذا فن عنده اشكاليه ولا اللاعب مصاب ما فاهم الحاصل، لكن اي والله هو فعلا يعني انت عارف يعني بوجبا لو كان موجود يعني خط الوسط اللي كان شويه مهزوز ده كان حيكون شكله مختلف تماما. والله يا اخي انا حتى في اللعيبه حتى المباريات الاخيره للهلال كان واضح انه يعني زول لاعب فارق يعني لاعب فارق مع الفريق جدا. نعم نعم. برضه عبد الرؤوف برضه انا فقدته امبارح شديد، لكن برضه احنا نقول يا اخي المدرب طبعا ادرى بخياراته وادرى بتفاصيله، واحتمال يعني نحن يكون وجهه نظرنا تغيرت طبعا ما يعني احتمال يكون نحن ما في حاجات نحن هو شايفها نحن ما شايفينها. نعم. لكن اتمنى انه في الغالب المواعيد الناس الاختيارات تكون يعني فيها نوع من انواع يعني على الاقل المشاركه يعني على الاقل المشاركه طالما اللاعب في النادي مشارك والنادي مستصدر الدوري والنادي ما شاء الله تبارك الله عامل 70 نقطه يبقى اللعيبه اللي بيشاركوا فيه مستصدر يكون اولغ ده الشيء اللي انا شايفه طبعا. نعم. مع اللعيبه اللي بيكونوا قاعدين في الاحتياطي، لكن برضه احنا نقول يعني ان شاء الله ده فيهم الخير وده فيهم الخير، ونتمنى ان المنتخب الوطني يتقدم ويمشي لقدام ان شاء الله ويستخدم مباراة المغرب ان شاء الله تعالى. طيب فيما يخص الهلال، والله فيما يخص الهلال ده يا استاذ معز انا ما اعرف اقول شنو يعني مبسوط جدا. نعم. مبسوط جدا بال بال بالفارق الكبير من النقاط وعوده انا ما بقول عودته لانه احنا ما فقدناه في الملعب يعني اصلا ما فقدناه مره في الملعب يعني دائما بنبدو بحاجات كده وما قادر افهمها، لكن المهم يعني هو طبعا زي ما قال دايرين حقنا وافي زول ثاني يعني اصلا قاعد يشيل الدور الممتاز. نعم. الدور الممتاز يعني مخصوص باسم الهلال يعني ماركه مسجله اسمه ماركه مسجله. فنتمنى انه نحن والله مبسوطين جدا ومبسوطين بالحرفيه الكبيره اللي فقدناها يعني حقيقه في فترات طويله في اداره الهلال او في اداره التطبيع العمل في الحاجه دي وبطريقه كبيره جدا احنا ما كنا حتى والله ولا كنا حاطين في حساباتنا انه تفاجئنا امبارح بعد القرار لما سمعناه يعني كان بالنسبه لنا فرحه عارمه شديد لما سمعنا التوضيحات الليله وقرينا في الصحف حصل شنو بالتفصيل والخطط اللي انعملت فحاجه يعني احنا بنتمنى انه دائما الاحترافيه تنتقل للانديه السودانيه بالطريقه دي وكنا العمل الفني على العمل الاداري على العمل كله احترافيه عشان الناس لو ما وصلت بنفس الاحترافيه دي ما اظن تمشي لقدام، نتمنى انه كل الاعمال في نادي الهلال تكون في طريقه احترافيه وجيده بالصوره دي يعني. نعم. عندنا اراء كثيره من الاتحاد العام وكذا، لكن يا اخي انه الحال ينصرف يعني اتمنى انه الحال ينصرف والامور تمشي لقدام ان شاء الله. وانا شاكر ومقدر لكم ناس قناه الاسلام ومبسوط جدا بالتواصل معكم. شكرا. اتمنى التقدم والازدهار ان شاء الله. اكيد شكرا لك يا محمد، احنا سعداء جدا بتواصلك معنا
وأكيد الجاي أحلى وأجمل إن شاء الله. زي ما قلت أنت لما تدعب بتصل وبتنجح، ويعني الفرقة الهلالية بذلت مجهود كبير جدا في هذا الموسم وسط أكيد إخفاقات وكذلك نجاحات، لكن حلاوة النجاح دايما بتجي لما يكون في معاناة كبيرة جدا، بتحس بطعم النجاح. والدوري تخللته عديد، ممكن يكون من في إخفاقات كانت، نحن ما بننكر، لكن الجميل هو بعد كل هذه العثرات يتوج هذا المجهود الكبير. بأول حاجة بأنه حاليا الهلال 70 نقطة بفارق كبير جدا بينه وبين في المركز الثاني بين المريخ. محمد عبد الرحمن رقم قياسي جديد في الدوري الممتاز، هو يعني ما كسر رقم كلتشي وسنوان، لكن هو حقق لنفسه رقم جديد وحاليا يحلق في صدارة الممتاز. طيب نستقبل يحيى عباس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا يحيى، صباح النور. حبايبي كيف يا أهلا بك وللمصطفى العامل معك كله. أهلا بك، أهلا يا يحيى، مرحبا بك، تفضل. خلينا شنو موضوع الحلقة الكهرباء المذبذبة دي، بس سمعت فيها إسماعيل كانت قاطعة، سمعت إسماعيل قطعت قاعد حل. نعم، احنا يعني الحلقه ماخذيننا على شقين، بنتكلم عن المنتخب وعن اعداده مباراته اللي كانت امام النيجر بالامس، بما انه هو خسيره لكن اكيد خرج بفوائد كبيره جدا، اضافه الى الانتصار الاداري اللي حققه الهلال بالامس وحصوله على نقاط مباراه توتي وتوسيعه للفارق بينه وبين المريخ الى 8 نقاط وعلى بعد خطوات فقط من التتويج بالممتاز. ايوه نعم. كويس كده. اللهم وطن الهلال، نبدا بالوطن طالما هو فعلي من الاثنين. نعم، اول شيء والله يا اخي التحيه اللي ياخذ اسماعيل، انا استمعت لكلامه كلام يعني بعقلانيه كده، يعني طبعا الراجل معلم وكروي في نفس الوقت. صحيح، تحياتنا له اكيد. ويتحدث عن انه الناس يا اخي والله هو ده ما عداد، ما الناس ما تستعجل يعني او ما تقول يا اخي احنا والله خسرنا المباراه والمنتخب ما بالمستوى كده وهنا. لكن انا دار اضيف لاسماعيل الاستاذ الجليل اسماعيل، اقول لي انت تعرف هي اعداديه، لكن اعداديه بدون اعداد، يعني دي مشكله ذاتها. بمعنى شنو؟ المنتخب اعداديه بدون اعداد. المباراه مع النيجر اعداديه لكنها كانت بدون اعداد للمنتخب، لظروف طبعا استمراريه الدوري. المنتخب لو لاحظتوا اتجمع يوم الجمعه فقط. صحيح. هي تمرنوا وتمرين صباحي وفي نفس اليوم سافروا بالليل. سافروا فعلا فعلا. عشان كذا انا سميتها اعداديه بدون اعداد. فعلى اي حال الموضوع لما يكون اعداد، ما خلاص الاعداد ده بقى هو الان عند السيد مدير الجهاز الفني. وامبارح لعب مباراه برضه طبعا يعني هو اللعيبه مرهقين ويوم المشاركات مستمره وسفر، يمكن اخذوا يوم واحد في الامارات ولعبوا طوال اليوم الثاني. صحيح. بقيتنا الان هو المنتخب مستعد لمشاركه رسميه اللي هي في كاس العالم وفي البطوله العربيه لاحقا. الان كليته واسعه جدا، طبعا امبارح المدرب يعني قام باشراك كثير من العناصر اللي هو بيحس بانها محتاجه الى لعب والاستمراريه في المشاركه، امثال وضاح وكثير جدا المصرفو دار جدا، يعني هو بيرى بانهم ديل المحسنين غديره لانه لعبت الباقيين يمكن اكثر جاهزيه من ما اشركهم امبارح. نعم. عموما هي اعداديه سمحه جدا، ادتهم غرض، ورثوا العيوب ورثوا الايجابيات ورثوا السلبيات. فنحن ما علينا الا نقول يا ربنا يوفق المنتخب في المباريات الرسميه ومتفائلين خير ان شاء الله. ان شاء الله. بخصوص السيد العظيم، انا طبعا بقول السيد العظيم الهلال. نعم. احنا يا معزه معاك انت بالتحديد. في بدايه الاعداد قلنا للعيبه الهلال 3 سنوات الدوري خارج دولاب السيد العظيم الهلال. ما بنقبل انها تكون الرابعه بل دايرينها اللابعه. لف وده الامر جوز الشيش حتى كده بقت اللابعه. نعم. لكن انا على ما اعتقد لحد الان ما بقول يجب ان احنا نقول الهلال فاز بالدوري الممتاز. طالما اصلا في 4 مباريات
ونسبة تغليدي نحن فايزينه بثمانية نقاط لسه. لكن ثقتنا فيهم كبيرة في لعيبتنا لأنهم خلاص الآن حسوا بأنهم والله غاب غوثين أو أدنى بغليل بعودة الدوري المنهوب. صحيح. المنهوب. فما أظنهم يفرطوا، محتاج منهم لعمل مضاعف لأنه دائما لا 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 الختام ولا النهايات دي دائما هي المحن بتحصل فيها. كم وكم تفوغنا أو تقدمنا على ندنا بنقاط وفي اللفات الأخيرة خسرناها، ده بيتطلب الحيطة والحجر. بخصوص النجاح اللي سميتوه الجيل الإداري اللي حددته لجنة التطبيع باسترداد حق الهلال الشرعي والقانوني، عودة النقطتين من توتي العنيد اللي خلى الشباب كانوا يضحكوا علينا، يا جزيرة توتي يا جنة ويا جزيرة توتي يا جنة، رغم انه احنا بعد طوالي ماشي نيالة ومشينا نيالة طوالي. نعم. في حلاوة طبعا يا معلم، في حلاوة المناكفات. ده احسن حلاوة كرة القدم، هذه المناكفات الجميلة. صحيح. نعم. زي ما قالوا كثير من المتصلين احنا ذاته، انا شخصيا يا احمد فاجاته لانه الهلال ذاته قدم شبكه ومتين. لكن انا دائما بقول دي عبقرية الأهلة. نعم. هم ما بيعملوا حاجة وإلا متأكدين منها تماما، لأنه الهلال ده ما الفريق اللي بيتحرج، يعني احنا نرفض الحرج، ما تجي تقدم لك شكوى عشان تعرف تسكت فيها جمهورا من إخفاقاتك وعيوبك وتجي تخدرهم بأنه احنا اشتكينا والشكوى مضمونة. أي والله فعلا للأسف الشديد ده اللي حصل. الهلال ما بيعمل كده، يعني احنا متأكدين ومتيقنين شكوى الند التغليدي كانت فالسو، لانه هذا اللاعب ما احنا تابعوا الهلال ده يا اخي مع عباقره، تابعوا الجديد بتاعه لقوا انه هذا اللاعب والله اخذ بطاقه واحده في مباراه الهلال ذاته كمان، فكانوا يعني مطمئنين جدا وطمنوا جمهور الهلال. يا جمهور الهلال في شكوى بالمناسبه اعتادوا عليها الجماعه كله زي شيكافه، يعني يطلعوا من الابطال من التمهيد بيجي بيعملوا شيكافه، فعشان كده يتغلبوا غلب حارق جدا من الوادي نياله، ذلك من الفريق المهذب المحترم ده ما بيعمل زي ما بتعمل بقيه الفرق، يعني لاعب موجود ما بيسلكوه، وفريق اول شيء هو الان ثابت في الدوري الممتاز وفي المركز الثالث، وفريق مشارك في الكونفدراليه، ما ممكن يكون بيشوف بعض الفرق يجي يشرك له لاعب عشان يكسب الفريق الخاسر نقاط المباراه. نعم. الهلال عالم جميل وعالم ضائع، ويا بختنا بهلالنا ونموت بغيظهم والماشي كاس الليمج والماشي في كاف الليمج. الهلال الدوري ده جابوا بكل شرف للرياض وبكل اخلاق وبكل اجتهاد وبكل اهتمام وبكل استقرار وبكل استاد جاهز، لاعبين فوق البطولة الأفريقية في استادنا، لن نبحث عن استاد آخر، استاد جميل، استاد رائع، استاد سليم، لا فوق موية لا حفرة، فسير يا هلال إلى الأمام. شكرا جزيلا يا معلم، السلام عليكم. شكرا الله. شكرا لك يحيى عباس، شكرا جزيلا على تواصلك. شكرا. في اتصال جديد. طيب خلينا نقرأ عدد من رسائل الأصدقاء، اللي هو طبعا أغلب الرسائل تهاني وتبريكات للهلال، وإنه يعني بعد المجهود الكبير. فاطمة النعيم، صباح الخير عليك فاطمة، دي طبعا زولة دايما في الصفحة بيتحيي كل التيم العامل في صباح الموجة الأزرق، شكرا لك يا فاطمة من ويرانا أكيد. ومهدي، شكرا لك يا مهدي. وبركة أيضا تحية. وإسماعيل بيقول صباح الخير عليكم وأحلى تحية للوطن الغالي. كمان تحية من محمد هارون، صباح الخير على الجميع. ومهدي بيقول مبروك الكاس مقدما يا جمهور الهلال. وفضل، صباح الخير عليكم. علي الأمين عبد الله، صباح الخير والياسمين على كل شيء جميل. و أيمن بيقول أتمنى إنه كل المباريات الباقية نشوف دي، أنا قريتها قبل كده. شكرا لك يا أيمن أيضا على تواصلك.
طيب تشوف منو مصطفى يوسف ومأمون وخليفة عبد الله، كذلك سامي شطة والوطن الغالي من جرح الريادة تحيات، والضوء عبد الباقي صباح الخير عليكم، وعبد الرحمن حسين صباح الخير وربنا يحفظ البلاد، وتحية طيبة لأسرة الموجة الأزرق، ومحمد ود قديم صباح الخير عليكم، ودايما وطنك يعني وطننا دايما عز، والتحية لقناة الهلال، محمد إبراهيم حامد وخالد آدم ومحمد رحمة صباح الخير يا وطن، وأكيد أحلى تحية لكم وشكرا لكم على هذا التواصل الجميل، وكل الناس اللي بتراسلنا على صفحة القناة على الفيسبوك. نحن يعني تكلمنا زي ما قلنا في شقين، وممكن يكون النقطة مهمة وأخيرة مناشدة هي مرة تانية. طبعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سمح بدخول الجمهور إلى المدرجات، أتمنى إنه الاتحاد السوداني لكرة القدم ينفذ هذه التوجيهات مع يعني وضع الاشتراطات الصحية المفروض يلتزم بها الجمهور داخل الملعب. أتمنى إنه يكون في استجابة سريعة من الاتحاد ويسمح للجمهور بحضور ما تبقى من مباريات الدوري السوداني الممتاز. تحية خاصة للصقور الجديان، أتمنى في المباراة القادمة نشوف مستوى مختلف تماما، وأكيد تمنياتنا القلبية لهم بالتوفيق في أول المواجهات أمام المنتخب المغربي، وفريق الهلال أتمنى إنه ما تبقى من مباريات أيضا يتحصل على النقاط الاثنين ويفوز بالدوري لهذا الموسم. تحيات فريق العمل دائما بحييكم في صباح كل اثنين، وتحياتي إلى اللقاء.